السلام عليكم يا شاش، وقتكم مقطع جديد من لعبة رست. مو انه رست هواي الها جمهور عرب جديد بعد ما صار على الكونسل، فاغلب الناس ما راح تعرف المدن شلون تتلوت. فراح نبلش به مدينة مدينة. فاليوم عندنا ابسط مدينة واكثر مدينة بها لوت بالنسبة لبطاقتها، اللي هي السور برانش اللي تفتح بكارت اخضر. ومع العلم انه هي لوت خفوي، الا انه الراديشن مالتها كلش ضعيف. عرفت في جاد مود حاليا الراديشن تقدر تدخل له تاج الملابس، يا اما ملابس كلوز يا اما دروع خشبية. شيء ابسط من النواف يعني، اما تستخدم ولا دروع خشبية. لو استخدمت هذول الدرعين راح تدخل كلش عادي، ما حيأثر عليك اي راديشن. بنفس الوقت اذا كان ما عندك فتحة حابل حتى تسوي هاي الملابس، تقدر مجرد انه بالكلوز كرفت هذه الملابس اللي تقدر تنفذ هاي الملابس بعد ما تصير كيف تقدر تدخل بهاي الملابس إلها وتلوثها وانت مرتاح، لان هي تقدر راديشن 10 حماية. انت هنا بهاي الملابس تدخل لك 11. بنفس الوقت هي بها ريسايكل. كل اللي تحتاجه هنا انه مجرد الكتر فيوز، كل اللي تحتاجه هذا الفيوز. بنفس الوقت الكارتات اللي هو الكارت الاخضر، هذا كارت اخضر، كل يحتاجه هذا وهذا، واي شيء تكسر بيه الباب هاي اذا كانت مفتوحه يعني. على الاغلب هاي تكون مفتوحه عندك، لان بدات الوايب كل الناس راح تلقاها هنا بسبب انه هي ابسط منها ماكو هاي المنطقه. وبنفس الوقت بيها لوت هواي، فانت كل اللي عليك تدخل هنا، تجي هنا تخلي الفلوس، بعدين تجي لهنا تشغل السويتش هذا، هذا برميل اذا تحتاج فرمان مالتين تطلع. عندك هنا ريسايكل اللي تحتاج تستخدمها، هاي باب مسدودة فاكو منها انك تختار في شي، راح تختار من هاي الجهة تنزل هذا المكتب. خلي اشغل تورش باعتبار انه انا حالي مو ادمن، فانه انا دا اشرح. من شغل تورش راح تنزل هنا تحصل هاي الباب، مجرد ما تفتحها انت صرت داخل المونيمنت هذا او المعلم هذا. راح تحصل بوكسات وكل سبلاسينج بعد نوع البوكس. تحصل هنا بوكس وتكون مليانة بوكسات هاي المحطة، وجد راح تختار بيها راح تحصل بوكسات أكثر. فتعرفون إن هاي عبارة عن دائرة مغلقة صغيرة تحت الأرض، يعني حطت أطباق فراح تحصل بيها كم بوكس. بنفس الوقت بيها بالداخل ريسايكل وأويل ريفاينري، حتى تحصل بتحرق بيها لو جريد. نشوف من هذي أويل ريفاينري، بعدين تنزل جوا راح حسنا هيك مثل سدي باقات على اساس المال وهيك يعني. بعدين تصعد هنا راح تحصل اللي هو الكرت الازرق اللي شرحه بغير مقاطع بغير مدن، راح تحتاج هذا الكرت. هاي البوكسات في مكان راح تحصلها. بنفس الوقت اكو بوكس هنا يكون هذا المحل اللي الاغلبيه ما ينتبهوا له، واكو بوكس بعد بمكان ثاني اللي هو هنا همتين راح ينتبه للأغلبية يعني. بعدين بجال كل اللي عليك تسويه يعني تجي من هنا تشوف المرات أسرع أداء بس مرات مخف. بعدين راح تطلع من هاي الباب وتروح تصعد هنا راح تنزل هكذا تنزل لها وجود. لما تطلع من هنا تحصل هنا بوكس دائما يكون لو مدري تواكل. بنفس الوقت اذا شلت انت باركور تقدر تصعد من هنا على هذا الدرج وتقمز على هذن كلهن حتى تصعد من هنا لهنا لهاي المنطقة، تلوت هاي البوكسات اللي تقدر تحصل على الهلوت. هنا ايضا يطلع بوكسات بهاي الغرفة وبراميل تقدر تجي تلوتهن. بنفس الوقت هنا هماتين يطلع بوكس بعلاج حتى تقدر تستفاد من عنده. فبصورة عامة هذا كان شرح السور برانش، ما هي اسهل منطقة تقريبا. المنطقة مالتها اللوت خرافي. نفس الوقت عندك هذا الروت سايت تقدر تفرمها، هذه طبعا الطريق كلها تقدر تفرمها يعني هم يرسمن هنا حصل من هذا اللوت. فهذا كان الشرح الاول للمناطق. لو وصلت هنا اشكركم على المشاهدة، نلتقي بفيديو جديد، في امان الله.